هذه فتوى ابن عباس وابن عمر. الشيخ الألباني يقول وليس لهما معارض من الصحابة. فتوى ابن عباس وابن عمر وليس لهما معارض من الصحابة، فتكون في باب الإجماع السكوتي. فالحامل والمرضع تعمل شنو؟ تطعم، ما تصوم، تطعم عن كل يوم مسكين، لا تقضي ولا كفارة، لا على قضاء ولا كفارة، إطعام فقط. وسبحان الله، هذه الفتوى مع قوة أدلتها هي موافقة لأوضاع النساء، لحال المرأة. هي المرأة رمضان العديل ده ما بتقدر تصومه، ناس يجوا يقول لها واجب عليك تقضي وتطعم، قضاء وإطعام، يا ناس ده كيف؟ وهي ممكن يدبل على تاني، يعني قبال ما تقضي ذاك حامل مشت لا الجاي مرضع طوالي فيها قلب فيها، ده حامل والجاي فيه مرضع، وبتعدي لها سنتين بتصوم لها سنة واحدة بس وبيجي اللي بعده كده. فيعني لسه لو سألت زوجتك ولا أمك ولا أختك بتلقى عندها أربعة خمسة، ده تقضون بيتين حتقضي. فالفتوى الموافقة لحال النساء والصحيحة إنه تطعم فقط، تطعم.